مناسبة ديال الاجتماع ديال الأغلبية باش نتكلموا على واحد العدد ديال المواضيع. تكلمنا على البرامج الحكومية، تكلمنا على البرامج اللي كتهم المواطنين، اللي هي يعني الإشكالية والمشاكل اللي كنا يعني مرينا بها في هاد 10 أيام الأولى ديال رمضان، اللي كتهم التضخم والانفلاسيون، وكيظهرلي بأنه كانت هاد الأيام الأخيرة يعني شروحات بما يخص المواد والمنتوجات الفلاحية، فهي الفلاحات تعرضت لواحد أولا لقلة الماء، وتعرضت كذلك الإشكالية ديال لا سومونس اللي طلعت ليها الثمن ديالها، وكذلك ديال لي برودوي فيتو سانيتير ولازوت اللي تقريبا كانت ضربوا في جوج ولا في ثلاثة الأثمنة ديالهم، اللي خلت أنه التكلفة طلعت. ولكن رغم كل هذا كيظهر لي بأنه مع الإخوة الفلاحة الاجتماعات اللي قمنا معهم، وكذلك الاتفاقيات اللي كانوا، خلت أنه الأثمنة رجعت لواحد المستوى اللي هو أحسن. ومناسبة كانت كذلك باش نتكلموا على يعني البرامج الحكومية اللي هي كتهم الدولة الاجتماعية فيما يخص الصحة وفيما يخص التعليم وفيما يخص يعني لومبلوا ولا شارت دانفيستيسمون، إنجازات كبيرة اللي تعملت في هاد الشهور اللي دازت، واللي الحكومة رغم يعني الظروف اللي كتمر فيها بعض المرات اللي كتكون صعبة ديال قلة الأمطار والمشاكل اللي كتكون مطروحة، فهي واخدة لو كاب ديالها باش تمشي في البرنامج الحكومي ديالها وتقوم به في أحسن قيام. شفنا بأنه الحمد لله في هذه المناسبة أنه يعني الفوق البرلمانية كلها يعني متماسكة وراء الحكومة، كدعم الحكومة بدون شرط، وبأنه متبعة يعني البرامج ومستعدين بأنه يواكبوا ويوصلوا لميساج المواطنين على المجهود الكبير اللي كتقوم به الحكومة. وكتعرفوا بأنه كاين مشاكل اللي هي موتة، القصة ديال الماء قصة طويلة لن نعود لكم عليها، والسيد الوزير هنا هو يعرف هذا أكثر مني، ولكن هذا إرث ثقيل اللي كنحاولوا في بضعة شهور أننا نلقاو له الحل، لا فيما يخص التحلية ديال المياه ولا فيما يخص لو ترونسفير ديال الماء. ومشاريع الحمد لله قوانين اللي كتهم العدل وكتهم واحد العدد ديال القطاعات اللي غادي نجيبوا بها في الشهور المقبله. اذا الديناميه كاينه، الحكومه مواصله العمل ديالها بجديه، الافق باين، لي كريز اللي كيبانوا اللي هما حقيقيين راه كان يعني كنعالجوهم، واللي هما مصطنعين كنجاوبوا عليهم. واللي كيهمني انه شفت بانه الحمد لله رؤساء الاغلبيه اللي حاضرين معنا مشكورين كيدعموا، وهما ولا الفرق ديالهم ولا الاحزاب ديالهم يدعمون هذه الحكومه بالنجاح حتى ان شاء الله تعطي النتائج اللي كيتسناو منها المواطنين في احسن الظروف. تفضل السي